يعلن الديوان الملكي أنه بدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه يصل فخامة الرئيس جاير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة إلى البلاد يوم غد الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر نوفمبر الجاري في زيارة رسمية لمملكة البحرين يجري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لفخامته طيب الإقامة في مملكة البحرين